وسط حضور كبير من الناخبين انطلقت صباح اليوم في مركز عيسى الثقافي انتخابات الدورة 29 لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بمشاركة 72 مترشحا يتنافسون على 18 مقعدا في مجلس الإدارة الجديد. في أكبر انتخابات في تاريخها يخوض 72 مترشحاً غمار المنافسة على نيل مقعد في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد في وقت يحق لأكثر من 32 ألف عضوية زيارة صناديق الاقتراع لانتخاب المترشحين الأكفأ ممن يملكون الطموح وروح التغيير لما هو أفضل للساحة التجارية المحلية وللاقتصاد الوطني ككل. أولاً هذا يوم عرس ديمقراطي لمملكة البحرين. الانتخابات لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين هذه المؤسسة العريقة التي نحن نعتز بكونها أقدم مؤسسة ديمقراطية في هذه المنطقة، حيث أنه منذ تأسيس هذه الغرفة من 1939 دائما كان أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب بشكل ديمقراطي، وهذه الجموع الحاشدة التي تراها اليوم على أكبر دليل على أن مملكة البحرين ترسخ وتجذر الديمقراطية بكافة أنواعها. سعيد جدا بحجم المشاركة الكبيرة سواء على مستوى المترشحين والناخبين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، والتي تعد سابقة في تاريخ بيت التجار الحافل بالمنجزات والمكتسبات الحضارية في القطاع التجاري. نحن نحتاج إلى مجلس إدارة جديد يحدث تغييرا جذريا في عقلية التفكير التجاري بما يخدم مصالح التجار ورجال الأعمال في المملكة، وكلنا أمل في انتخابات هذه السنة التاريخية أن تدخل أسماء شابة جديدة تستطيع أن تحدث التغيير الذي يطمح إليه جميع التجار ورجال الأعمال في المملكة. على مر تاريخ يتجاوز 70 عاماً لم يشهد لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن سجلت حضوراً ضخماً من مختلف رجال الأعمال والتجار والمستثمرين والذين جاءوا من كل حدب وصوب لاختيار مرشحيهم الذين يرون فيهم الجدارة الكافية لتوجيه دفة القيادة في بيت التجار نحو بر الأمان وسط تحديات اقتصادية تعصف بالشارع التجاري على جميع الصعد المحلية والإقليمية وحتى العالمية. هذا اليوم يكون احتفالية كبيرة حق المملكة وحق الغرفة والناخبين والمنتخبين. العدد اللي وصل إلى 72 مترشح حق 18 مقعد على أساس أنهم يكونون في مجلس إدارة غرفة وتجارة البحرين. الوقت نفسه السلاسة في عملية الانتخاب والطاقم اللي هم عاكفين على أنهم يقدمون كل التسهيلات اللازمة حق عملية الانتخابات، وبالإضافة حق المتطوعين واللي يشملون على كم كبير من الشباب البحريني اللي حاب أنه يخدم هذه الانتخابات. هاي البحرين، كل من يشارك صغير وكبير في جميع القطاعات، الناس تشارك لأن تبي صوتها يوصل وتبي تنمي البلد. فما شاء الله الناس قاعدتي تبي تشكل البلد وتبي تكون عنصر فعال في تجارة واقتصاد البحرين. في عرس ديمقراطي خالص تتجه الأنظار إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، والطموح يحدو الجميع بأن تدخل وجوه شبابية جديدة معترك بيت التجار مع ضخ دماء جديدة قادرة على إحداث التغيير المنشود. تؤازرها في الوقت ذاته أسماء تجارية ذائعة الصيت تملك من الخبرة المتراكمة بما يكفي لتوحيد صف التجار تحت راية واحدة. معي من مركز عيسى الثقافي مراسل تلفزيون البحرين محمد رشيدات. محمد، النصف الأول من نهار الانتخاب تقريبا انتهى، كيف تابعت صورة المشهد الانتخابي لانتخابات غرفة التجارة والصناعة؟ نعم زميلي العزيز، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا يعني بإيجاز بسيط، في تاريخ 4 مارس وتحديدا عند الساعة 2 ظهرا تم غلق باب الترشح أمام كل تاجر يرى في نفسه الكفاءة والقدرة العالية على تمثيل من يريدونه من أجل اعتلاء مقاعد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ليتم الوصول وحسب اللائحة التنفيذية الخاصة والقوانين المعمول بها داخل غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى 72 مرشحاً يتنافسون لحصد 18 مقعداً من مقاعد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. هذه الانتخابات هي الأشد تنافساً إن صح التعبير، يعني التي تمر على هذه الغرفة التي يزيد عمرها على 80 عاماً. المشاركة النسائية حاضرة وبقوة، 5 كتل و18 مستقلا يتنافسون على هذه المقاعد. الآلاف من الناخبين جاءوا هنا إلى مركز عيسى الثقافي للإدلاء بأصواتهم واختيار من الشخص أو المرشح الأمثل الذي يرونه مناسبا. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي السيد جاسم عبد العال، وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات. أستاذ جاسم، إذا تكرمت، يعني نحن الآن يعني نمر بالفترة المتوسطة لهذه الانتخابات، يعني منذ ساعة الصباح الأولى وتحديدا عند الساعة 8 تم فتح الصناديق، كيف ترى آلية سير هذه العملية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم هو بالنسبة لنا عرس انتخابي في مشاركة جميع أصحاب الأعمال في انتخابات اختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وإحنا تم افتتاح الصناديق المقر الانتخابي في الساعة 8 صباحا، وسيستمر الباب مفتوح إلى الساعة 10 مساء. حقيقة الواحد قد يكون مذهول أو يعني سعيد بهذه المشاركة الكبيرة اللي فوجئنا بها منذ بداية الصباح. كان من بداية الصباح كان هناك في حشود كبيرة جاءت لتشارك وتصوت لانتخابات الغرفة، فالعدد كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة أو الدورة السابقة، العدد يعتبر عدد كبير، ولا زالوا الناس يتوافدون للمشاركة في هذه الانتخابات. يعني كما أشاهد هنا في مركز عيسى هي خلية نحل، أيضا لفت نظري وجود لجنة خاصة للمراقبة على هذه الانتخابات، يعني بإيجاز بسيط لو سمحت. طبعا احنا في كل مرة يكون الانتخابات يكون في لجان مراقبة للتأكد وإعطاء ثقة أكثر للمشاركين في الانتخابات، فكما في هاي الدورة تم اختيار جمعية الشفافية وكذلك بالرقابة على الانتخابات، وكذلك في مندوبين من وزارة التجارة والصناعة والسياحة متواجدين معنا للاطلاع كمراقبين في عملية الانتخابات. قراءة سريعة للتنافس الشديد على هذه المقاعد، يعني بين كتل ومستقلين أيضا، يعني بإيجاز بسيط. والله لأول مرة تشهد الغرفة هذا المشارك والزخم في المشاركة ووصول عدد المترشحين إلى 72 مترشح، وهذا شيء طيب يعكس أهمية الغرفة في دورها الاقتصادي في البحرين، فالحمد لله يعني شيء يبشر بخير، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وإن شاء الله أن نرى مجلس إدارة متميز يخدم القطاع الصناعي والتجاري وكذلك يكون يخدم القطاع الأعمال في البحرين. جاسم عبد العال، وأنت رئيس لجنة الانتخابات في مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. يعني الساعة 10 مساء يعني ستكون هي اللحظة الحاسمة التي سيتم من خلالها إغلاق الصناديق، ومن ثم يعني الخروج بالحلة الجديدة لهذه الانتخابات واختيار الأعضاء الجدد في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. إليك عزيزي. شكرا جزيلا لمحمد رشيدات، موفد مركز الأخبار في تلفزيون البحرين من مركز عيسى الثقافي، شكرا لك.